السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ اهلا بيكم في مطبخ فكرة كل يوم. معكم اسماء. هنعمل النهاردة مع بعض كوكتيل، يا رب ان شاء الله ينال اعجابكم. هنزين الاول مع بعض الكاسات، وبعدين ننظف الفاكهة ونقطعها ان شاء الله. دي معايا كريمة انا ضربها يعني مجهزاها، بس يعني هنعمل ترطيب التوكيلة، بس حاجة بسيطة يعني بإذن الله. هنزين مع بعض الكوب، بس يعني ايه هنعمله كده بس من بدايته كده. هعمل تاني وارجع لكم ان شاء الله. انا زينت الكاسين اهوني اهو، وانا عندي هنا فراوله صغيره كده مش هقطعها، هسيبها زي ما هي في الكوكتيل. هنضف بقى ان شاء الله الفاكهه. انا معايا هنا عصير فراوله، هنضف مع بعض، هنضف ان شاء الله الفاكهه وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. انا هقطع الفاكهه كلها باذن الله بالنايسر دايسر. هقطع معاكم هي بتسهل الموضوع علينا شوية. مكعبات حلوة صغيرة جميلة برضو. هكمل الكمية وارجع لكم ان شاء الله. هنحطكوا تاني يا حلوين. هنعمل مع بعض. انا قطعت هنا كيوي كده، هزينه الكاسات من جوه. كده بحس ان هو يبقى لازق كده جوه. هحط الكوكتيل بقى ويبقى باين ان شاء الله، يبقى باين من بره. دي الفاكهة اللي أنا عملتها، غطيتها يعني هنقلبها بقى مع بعض، وبنحط العصير يبقى بس الكوكتيل ده كده يعجبكم إن شاء الله. معلش الواحد مكسوف بقى، أول فيديو بقى على القناة بقى وأول مرة أصور.
نقلب لحد ما كل الفاكهة يعني تتقابل مع بعضها كده. شكله جميل. بقيت بقيت الفاكهة اهي احط عليها بقيت العصير هوني عشان يشربه من بعض. هنغرف مع بعض الكوكتيل. بقى كريم انا عامله هنا كريم اهي ومعايا الشوكولاته السايحه دي. مش عارفه صوتي يكون واضح عندكم ولا لا، بس بحاول ان انا اعليه والله. هنجيب الكريمة ونعملها على وش الكوكتيل إن شاء الله. على وش تاني يا رب يا حبيبي يكون الكوكتيل عجبكم. ومعلش هو أول مرة
اصور اول فيديو ليا كمان على القناه. يا رب كده ينال اعجابكم ان شاء الله وتجربوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.